إنا ندين بتصويب الأولى مانعوا حكومة الحاكمين حينما جاهلا والراسبياء ولبعد جملاتهم ومن بهم ناسب الإسلام قد واصلا عنيت نجلاء بعض فهو حجاتنا أما ترى فخره للمسلمين حلا ومن قفى أثرهم من كل مجتهد شك السلاح لقمع الخصم حين غلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام الناظم رضوان الله تبارك وتعالى عليه: إيماننا القول والتصديق مع عمل، فالقول مرة فصدقه وكن عملا، بما عليك من الإيمان مفترض، والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا. إيماننا القول والتصديق مع عمل، إيش معنى الإيمان؟ الإيمان المطلوب من الإنسان شرعا لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة أمور، التصديق ويكون بأي شيء؟ بالقلب، والقول ويكون باللسان، والعمل ويكون بالجوارح، وهو العمل بالأركان. لكن إيمان فقط، معنى إيمان باللسان من غير تصديق بالقلب هذا لا يكون. وإيمان يقول أنا، يقول أنا مصدق عندي إيمان في قلبي ويقول ذلك في لسانه، ولكن لو أتينا إلى أفعاله لوجدناها بعيدة عن الإيمان، هذا يكذب، لا يوجد إيمان في قلبه، ولو وجد إيمان في قلبه لظهر ذلك على سلوكه وأفعاله وأقواله، لأن هذا هو الإيمان الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه في القرآن. ولذلك الإيمان، قال إيماننا القول والتصديق مع عمل، ولذا قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان. إيش المقصود بالجنان؟ القلب. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. إيش قالوا؟ الإيمان اعتقاد بالجنان أي بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال إيماننا القول والتصديق مع عمل، إيماننا القول والتصديق مع عمل. التصديق بأي شيء يكون؟ التصديق بأي شيء يكون؟ مالكم راقدين؟ التصديق بأي شيء يكون؟ بالقلب. التصديق بالقلب، والقول والعمل العمل بالجوارح، العمل بالأركان ويكون بالجوارح. قال فالقول مرة، إذا عندك سؤال أخره تفضل. فالقول مرة، قال فالقول مرة، إيش معنى كلامه فالقول مرة؟ أين مر القول؟ نعم شيخ. أين مر القول؟ نعم شيخ. تفضل مالك. يعني سمعته. نعم. أين مر القول؟ تفضل مازن. نعم. أين مر؟ قال فالقول مرة. تفضل. نعم شيخ. نعم مر عليك يعني في قيام الحجة. نعم شيخ. انت تشوف الكتاب، تفضل. انك كنت انت باللسان القول باللسان. تفضل مختار. اين اين مر في الابيات السابقه؟ اين مر في الابيات السابقه؟ تفضل فيصل. انه مر عليك، اذا مر عليك يجب ان تعمل به. طيب تفضل انس. مر بالانسان ثلاث، ايش ذكر الجمل؟ القول مقصود ذكر الجمل في الابيات السابقه. فالقول مره اي في الابيات المتقدمه. نعم اجلسوا. فالقول مرة أي في الأبيات المتقدمة عندما قال وأول الفرض من تأصيله جمل ثلاثة فزت إن تستحضر الجملة. هذا المقصود بقوله فالقول مرة. قال فالقول مرة أي تقدم الكلام عن القول،
وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ما جاء به هو الحق من عند الله. فالقول مر فصدقه، فالقول مر فصدقه. والتصديق يكون بأي شيء؟ بالقلب. التصديق يكون بالقلب. فالقول مر فصدقه وكن عملا. العمل يكون أيضا بالجوارح، لأن لا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة، لا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة. فالقول مر فصدقه أي بقلبك، وكن عملا بأي شيء، بما عليك من الإيمان مفترض، أي كن عملا بما فرضه الله عليك. فكن عملا بما عليك من الإيمان مفترض، تعمل بأي شيء؟ بما افترضه الله تبارك وتعالى عليك من صلاة وزكاة وحج وصوم وغير ذلك من الأمور التي افترضها الله تبارك وتعالى على المكلف. قال وكن عملا بأي شيء؟ بما عليك من الإيمان مفترض، أي بما فرضه الله تبارك وتعالى عليك. قال والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا، والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا. النفل هو غير الفرض. وهل طلب من الإنسان على وجه اللزوم؟ لا، مطلوب من الإنسان على وجه الندب والاستحباب، الندب والاستحباب. ولذلك قال والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا، والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا. نعم، والنفل يحتاج إليه الإنسان، النفل يحتاج إليه الإنسان، لأننا رأينا بأن الإنسان إن فرط في النفل تفريطه في النفل يجره إلى التفريط بعد ذلك، إلى التفريط بعد ذلك في الفرض. ولذلك على سبيل المثال تجده يأتي لصلاة الظهر، يصلي الظهر في الجماعة، ثم بعد ذلك يقوم لصلاة السنة، ثم بعد ذلك يقوم لأداء طاعة، ولو ترك الطاعة بعد ذلك يجرئه هذا على أي شيء؟ يجرئه بعد ذلك على التهاون في أمر السنة، وبعد ذلك يجرئه هذا على التهاون على ترك الجماعة. وكذلك أيضا ربما يكون الإنسان مواظبا في فترة من الفترات على قيام الليل وصلاة ركعتين، ثم بعد ذلك تحدثه نفسه أو يوسوس له الشيطان بأن هذا نافلة وليس فريضة، وبعد ذلك يتطور الأمر عنده حتى ينام عن أي شيء؟ حتى ينام عن صلاة الفجر. ولذلك كانت النافلة للفريضة بمثابة السور وبمثابة الحافظ والحامي، بمثابة الحافظ والحامي. ويكفي الإنسان شرفا بأنه يكون مسجلا في قائمة من أحبهم الله تبارك وتعالى بمحافظته على النافلة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذا كان الإنسان محتاجا إلى النافلة. وذكرنا لكم بأن الله تبارك وتعالى ذكر عن صفات عباده المتقين والمؤمنين الذين استحقوا جنة عرضها السماوات والأرض أنهم كانوا يزيدون على الفرض ويأتون بالنافلة، كقول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أخذوا ما آتاهم ربهم، ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. ومع ذلك وزيادة على ذلك إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا. إذن إيماننا إيش؟ القول والتصديق مع عمل، ثلاثة أشياء لا بد أن تكون مجتمعة. قال فالقول مرة في أي موضع؟ عندما قال إيش؟ وأول الفرض من تأصيله جمل ثلاثة، فزت إن تستحضر الجملة. فالقول مرة فصدقه، تصديق يكون بأي شيء؟ بالقلب. وكن عملا بأي شيء؟ بما عليك من الإيمان مفترض. هذا الشطر الأول من البيت الثاني متعلق بالكلمة الأخيرة في البيت الأول، وكن عملا بما عليك من الإيمان مفترض. ثم قال والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا، أي خاشعا لله. قواعد الدين علم بعده عمل،
ونية ورع عن كل ما حضل. قواعد الدين علم بعده عمل. المقصود دين معروف هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والمقصود بذلك الشرع، وما أمر الإنسان بتركه وما نهي عنه، هذا هو الدين. وإيش المقصود بالقاعدة؟ هي التي يقوم عليها، هي أساس الشيء. القاعدة هي أساس الشيء التي يقوم عليها الشيء، تسمى قاعدة، تسمى قاعدة، الذي يقوم عليه الشيء تسمى قاعدة. ولذلك قال إيش؟ نحفر قاعدة البيت، يقال نحفر قاعدة البيت، لأن البناء وهو البيت يقوم عليها، لأن البناء وهو البيت يقوم عليها. قال قواعد الدين أي أسس الشرع أو الإسلام، علم بعده عمل، ونية ورع عن كل ما حضل. هذه قواعد الدين، أربعة أشياء. أولها العلم، أولها العلم، والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، العلم الواجب على الإنسان. لأن الإنسان هل يجوز له أن يعبد الله تبارك وتعالى على جهل؟ لا. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، هذا الخطاب يأمر الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوله. قل أي يا محمد هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة. إيش المقصود بصيرة؟ علم. أدعو على الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهم المؤمنون، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذا سبيل محمد، وهذا سبيل المؤمنين الذين ساروا على منهاج محمد. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك لا بد من العلم، لا بد من العلم. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بسؤال العلماء والجلوس إليهم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في موضعين من الكتاب العزيز. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء. طيب، قواعد الدين علم، قواعد الدين علم. ويل لمن لم يعلم مرة، ويل لمن لم يعلم، وويل لمن يعلم ولم يعمل مرتين. ما معذور؟ لو كان الجاهل معذورا لكان الجهل أشرف من العلم، يكون الإنسان أبرد له الجهل إذا كان يعذر بجهله، ولكن هيهات هيهات، لا يعذر الإنسان بجهله. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، قواعد الدين علم بعده عمل، قواعد الدين علم بعده عمل. وهل يكفي العلم بلا عمل؟ لا. إذا لماذا يتعلم الإنسان؟ إذا كان ما يتعلم للعمل، لماذا يتعلم الإنسان؟ حشو الأدمغة فقط بالمعلومات، هذا يكون غير نافع. ولذلك ورد في رواية في نسخة الإمام القطب رضوان الله عليه، ويل من المسند الشريف، ويل لمن لم يعلم ولم يعمل، ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، ويل له. والويل هو الهلاك، وقيل واد في جهنم والعياذ بالله، والأصح عندهم أنه الهلاك، أن يكون الإنسان بذلك هالكا. ولذلك لا بد من العمل. علم الإنسان بأن الله تبارك وتعالى أوجب عليه كذا وكذا، إذن عليه أن يأتمر بأمر الله. وعلم بأن الله تبارك وتعالى نهاه عن كذا وكذا، إذن عليه أن ينتهي عن نهي الله، عليه أن ينتهي عن نهي الله. فلا بد من العمل، لا بد من العمل. قواعد الدين علم بعده عمل ونية. إيش المقصود بالنية؟ الإخلاص. النية هي الإخلاص، ولا بد من الإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له. والله إنسان مثلا عمل عملا، جاك ودخل المسجد وصلى، معنى وأحسن صلاته وأداها أداء يعني ليس كمثله أداء، وفي النهاية يقول حتى يقول فلان وفلان وفلان بأن والله هذا فلان محافظ على الصلاة، أو يتعلم، تعلم العلم، تعلم العلم، تعلم وتعلم وتعلم، هل طلبه لله حتى يقال بأنه عالم؟
وجمع المال ثم أخذ يتصدق وينفق حتى يقال بأنه كريم، حتى يقال بأنه كريم، وذهب ليدفع العدو عن بلاده وعن أهله ووطنه، وفعل ذلك ليقال بأنه شجاع. هل أخلص أمره لله تبارك وتعالى؟ لا. هل يقبل الله تبارك وتعالى منه هذا العمل؟ لا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين. المن والأذى، واحد يتصدق ويعطي وخلاف من يخرج يقول والله أنا فلان كذا وعطيته كذا وفعلت كذا وأنا فاعل فيه معروف، أو عندما يلقى ويقع بينه وبينه شيء يا فلان ألا تتذكر أنا أعطيتك كذا وفعلت لك كذا، هل فعل ذلك لله؟ لا، ما فعله لله. لو فعله لله لا ما من ولا آذى. ويقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما يقول أنا فعلته لله ولفلان أو قلته لله ولفلان أو نهيته لله ولفلان، لا، لا بد أن يكون خالصا، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا من العمل. وفي الحديث القدسي في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب رضوان الله عليه، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله لذلك الذي عمل، والله تبارك وتعالى لا يريد من عمله شيئا، الله تبارك وتعالى لا يريد من عمله شيئا. فالمقصود بالشرك هنا الرياء، ولذلك لا بد من إخلاص النية لله. قواعد الدين علم بعده عمل، إيش القاعدة الثالثة؟ ونية، ويقصد بها الإخلاص لله، ونية ورع عن كل ما حضلا. إيش المقصود بالورع؟ هو الترك، ترك المعصية. وهنا قال ورع عن كل ما حضلا، أي ترك كل ما حضل. إيش حضل؟ منع. ترك كل ما حضل أي منع، منعه الله تبارك وتعالى، أو ورد المنع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالورع هو الترك، والترك للشيء احتقار، أو هو الزهد، والترك للشيء احتقارا زهد، والترك للشيء احتقارا زهد. وهذه مرتبة من مراتب الزهد أو الورع، لا يعذر منها أحد أبدا. هذه المرتبة لا يعذر منها أحد. هل يعذر أحد من ترك المحرم؟ لا، لا يعذر أحد من ترك المحرم. وهناك مرتبة فوق هذه المرتبة، وهي ترك ما فيه بأس، وهي ترك ما لا بأس فيه مخافة الوقوع فيما فيه بأس، وهي مرتبة إيش؟ مرتبة من؟ مرتبة الصالحين. وهناك مرتبة الصديقين، وهي ترك ما لا فيه بأس، ترك ما لا فيه بأس، يعني ترك ما لا فيه بأس، ترك أبواب واسعة من الحلال، ترك أبواب واسعة من الحلال احتقارا لهذا الأمر، وهي مرتبة الصديقين الذين جعلوا الحياة وراء ظهورهم وأنزلوها حيث أنزلها الله. قواعد الدين علم بعده عمل، ونية ورع. إيش المقصود بالورع؟ الترك والزهد، الترك والزهد عن كل ما حضل أي منع، عن كل ما حضل أي منع. إذن كم قاعدة للدين؟ كم قاعدة للدين؟ كم قاعدة للدين؟ أيمن كم قاعدة للدين؟ كم قاعدة للدين؟ أحمد تفضل. وهي إيش؟ أتي بها مرتبة قواعد الدين. نعم لا، أنت تخلط بين الإيمان وبين قواعد الدين.
تفضل عبد الرحمن. نعم نعم. قبل ورع ايش؟ النية، الورع. قواعد الدين علم، والمقصود بذلك ايش؟ العلم الشرعي. علم بعده عمل، والمقصود بالعمل عمل الصالحات. ونية والمقصود بها الإخلاص. والورع والمقصود به اجتناب المحارم، والمقصود به اجتناب المحارم. نعم اجلسوا. قواعد الدين علم بعده عمل ونية ورع عن كل ما حضل. ارضى وفوض وسلم واتكل فبذا تحوز أركانه اللاتي بها كملا. إذن أنهى الكلام عن أو ذكر قواعد الدين، والآن يذكر إيش؟ نعم شيخ. نعم يذكر أركان الدين، يذكر أركان الدين. قال ارضى وفوض، قال ارضى وفوض وسلم واتكل فبذا تحوز أركانه اللاتي بها كملا. أركان الدين كم أيضا؟ كم عددها؟ أربعة. أركان الدين أربعة، وهي الرضا والتفويض والتسليم والتوكل. أربعة أيضا، ارضى وفوض وسلم واتكل فبذا تحوز أركانه. أركان إيش؟ أركان الدين. تحوز أركانه اللاتي بها كملا. وإيش الفرق بين القاعدة والركن؟ القواعد والركن، القواعد والأركان. القواعد قلنا إيش؟ الأساس. أما الأركان التي يقوم عليها سقف البناء، هذه تسمى أركاناً، أركاناً. دعائم تسمى أركاناً. هل الأركان وحدها هل تنفع من غير أساس؟ لا، يسقط البناء. ولذلك حتى الأركان نفسها تقوم على أي شيء؟ تقوم على القواعد. حتى الأركان تقوم على القواعد، ولذلك لا بد من القواعد قبل كل شيء. فإن لم تكن هناك قواعد، ولو أقام بناء وقامت أركان، هل يبقى البناء؟ لا، لا يبقى البناء وإنما يسقط، لا يبقى البناء وإنما يسقط. نعم. ارضى وفوض وسلم واتكل فبذا تحوز أركانه اللاتي بها كملا. ارضى، أول شيء الرضا، وهو إيش؟ القبول. الرضا وهو القبول، الرضا وهو القبول، هذا يسمى رضا. قبول الشيء يسمى رضا. إنسان على سبيل المثال، معنى قدر الله تبارك وتعالى له أن يذهب جزء من ماله، فذهب جزء من ماله فقبل، قبل، لأنه لا يستطيع أن لا يقبل، قبل. ارضى. ثم يأتي بعد ذلك التسليم، وهو إيش؟ وهو الانقياد والخضوع، وهو الانقياد والخضوع. التسليم هو الانقياد والخضوع. إذا القبول قبل، ولكن هل يكتفى بالقبول؟ لا، لأن القبول قد يكون مكرها عليه، لا بد من شيء آخر، وهو إيش؟ نعم، وهو الانقياد والخضوع، وهو الانقياد والخضوع. رضي وسلم، رضي وسلم. أما التفويض معناه إيش؟ معناه رضا بأي شيء؟ بما يختاره الله، لأنه العالم بمصالح العباد. الرضا بما يختاره الله. على سبيل المثال نمثل بمثال، يعني مثلا هذا الشخص مثلا اشترى، أراد أن يشتري سيارة، أراد أن يشتري سيارة، وكان المسألة قائمة بينه وبين البائع، كانت المسألة بينه وبين قف كانت المسألة بينه وبين البائع قائمة، ولكن في النهاية البائع رفض. ذلك هو ما اختاره الله تبارك وتعالى له. فالرضا بخيار الله تبارك وتعالى يسمى إيش؟ تفويض. يسمى تفويضا. الرضا على سبيل المثال معنى جرى خلاف بين شخص وشخص آخر، وقام هذا الشخص فأرسل شخصا آخر، قال سير وتفاهم مع هذاك الشخص وبتسوي انته أنا أتمه. إذا رضي بما يختاره له الذي يجري الصلح، صلح. هذا يسمى إيش؟ تفويضا. واضح الصورة معكم؟ هذا يسمى تفويضا. قال ارضى وفوض وسلم. التسليم هو الانقياد والخضوع، و
الرضا هو القبول، هو القبول، ولا بد من تسليم، القبول وحده لا يكفي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن قبلوا التحكيم، قبلوا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. لماذا؟ لأنه لا بد لهم، لا بد لهم من القبول به حكما. ولكن هل يكفي ذلك؟ لأنه قد يكونوا قبلوا، ولكن إيش؟ لكن نفس في الداخل غير مسلمة، غير مسلمة، لذلك لا يكفي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالقبول وحده لا يكفي، لا بد من خضوع وانقياد، لا بد من خضوع وانقياد. والتفويض هو الرضا بخيرة الله تبارك وتعالى بما يختاره الله. وقد مثلنا مثالا بالصلح. نعم، ارضى وفوض وسلم واتكل. التوكل ايش مقصود بالتوكل؟ هو الاعتماد على الله بعد الأخذ بالأسباب، ثقة، الاعتماد، الاعتماد على الله بعد الأخذ بالأسباب. ولا واحد جالس لك في البيت وكذا وما عرفموه وينتظر أن يأتيه رزق، سواء كان هذا الرزق علما أو مالا أو جاها أو ولدا أو غير ذلك من الأشياء، وهو جالس في بيته، هل يسمى هذا توكلا؟ لا، لا، هذا تواكل وهو محرم شرعا. توكل على الله تبارك وتعالى يقضي بأخذ الأسباب، التوكل على الله تبارك وتعالى يقضي بالأخذ بالأسباب، يقضي بالأخذ بالأسباب. ارضى وفوض وسلم واتكل. إذا التوكل هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى والثقة به مع الأخذ بالأسباب. ارضى وفوض وسلم واتكل فبذا تحوز أركانه اللاتي بها كملا. إذا هذه هي أركان الدين، هي إيش؟ تفضل. الرضا والتسليم والتفويض والتوكل. واضحة عنكم هذه الأشياء الأربعة إيش معناها؟ نعم، الرضا قلنا القبول، الرضا هو القبول. على سبيل المثال أنا أمثل لكم بمثال يسير. إنسان على سبيل المثال وقع بينه وبين شخص خلاف، قالوا نحن نذهب إلى فلان، فلان هو الذي يحكم بيننا، هل رضيا به؟ نعم، هذا يسمى إيش؟ قبولا، يسمى قبولا. وبعد ذلك هذا فلان، بعد ذلك هذا فلان حكم بينهما، حكم بينهما. الانقياد لهذا الحكم إيش يسمى؟ إيش يسمى؟ تسليما. الانقياد لهذا الحكم يسمى تسليما. لو لم ينقادوا للحكم، قال واحد أنا رافض هذا الحكم، إذن هو رضي، ولكن هل سلم؟ لا، لم يسلم. الرضا وحده هل يكفي؟ لا، لا بد من إيش؟ لا بد من التسليم. أما التفويض فهو معناه الرضا بخيرة الله بما يختاره الله تبارك وتعالى، الرضا بما يختاره الله تبارك وتعالى. والتوكل الاعتماد على الله تبارك وتعالى والثقة به مع الأخذ بالأسباب. ارضى وفوض، واضح الأمور معكم؟ ارضى وفوض وسلم واتكل فبذا تحوز أركانه اللاتي بها كملا. ثم الظهور ودفع والشراء مع الكتمان طرق له، طرق لأي شيء؟ لإيش؟ طرق لأي شيء؟ للدين. طرق له أي سبل له، طرق له أكرم بها سبلا. الآن يتكلم عن طرق الدين أو عن سبل الدين أو عن مسالك الدين، وهي أيضا كم؟ هي أربعة. ثم الظهور ودفع والشراء مع الكتمان طرق له أكرم بها سبلا، سبل الدين أو طرق الدين أو مسالك الدين. إذن عندنا إيش مرت؟ عندنا قواعد الدين، وعندنا أركان الدين، وعندنا مسالك الدين، مسالك الدين، وهي أربعة. أولها الظهور، الظهور. طبعا هذا يتعلق إيش؟ بحكم الدولة الإسلامية، الظهور. ويمثل ذلك بحال النبي صلى الله عليه وسلم
في المدينة، حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة وحكمها، وكان ذلك ظاهرا للناس بأن هناك دولة قامت وهي دولة الإسلام. هذا ظهور أو كتمان؟ ظهور. الكتمان إيش مثاله؟ دعوة سرية، الدعوة السرية 3 سنوات بعدما تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى إيش؟ سرا 3 سنوات. هذا يسمى إيش؟ كتمان، ويكون في وقت الضعف وعدم القدرة على مقابلة العدو. النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وهم قلة قليلة، معنى لا يتجاوزون 20، ما كانت لهم استطاعة على مقابلة طغاة الكفر وعتاته ممن كانوا في مكة وفي خارجها. ولذلك هذا يسمى إيش؟ كتمانا، ويكون عند الضعف وعدم القدرة على مجابهة العدو، ويكون عند الضعف وعدم القدرة على مجابهة العدو. طيب، ثم الظهور ودفع، ثم الظهور ودفع. الدفع، الدفع متى يكون؟ يعني يكون المسلمون، يكون المسلمون يعني واقعين تحت حكم عدوهم، ولكن يكثر الظلم عليهم ويكثر الظلم عليهم ويكثر، فإيش؟ فيعينون أحدهم، فيعينون أحدهم قائدا لهم، فيعينون أحدا قائدا لهم حتى يقلقوا عدوهم ويصرفوا عنهم ظلمه، حتى يقلقوا عدوهم ويصرفوا عنهم ظلمه، كما وقع أيام زياد بن عبيد الله، عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد والي الدولة الأموية. ماذا كان يصنع بالأصحاب؟ كان يقتلهم ويتتبعهم ويفعل بهم الأفاعيل وينكل بهم، وبطشه هذا ما اقتصر على الرجال وإنما شمل النساء، فالبلجاء رضوان الله تبارك وتعالى عليها أخذها وذبحها ومثل بها، ثم قطعها قطعا، قطع لحم، وأمر بها أن تسحب في السوق. امرأة، عبيد الله بن زياد. فما الذي فعله المسلمون؟ عينوا أحدهم وهو المرداس بن حدير ليكون ذلك إيش؟ حتى يقلقوا عدوهم. هذا يسمى إيش؟ يسمى دفاعا، وقد يكون داخلا تحت باب آخر. هذا المثال قد يكون داخلا تحت باب آخر. وكذلك أيضا عندما إيش؟ يهجم عليهم عدو يعينون أحدهم قائدا لهم، يعينون أحدهم قائدا لهم. هذا يمثل عليه بأي مثال؟ يمثل عليه بما وقع في المغرب عند قتل أحد علماء المسلمين. قتله من؟ قتله الفاطمي. فلما قتله بايعوا أحدهم وهو أبو خزر رضوان الله عليه، وانضموا إليه ليدافعوا عن أنفسهم، فقد تعرضوا للظلم. طيب، إذن هذا هو الدفاع. عندنا ظهور، وعندنا إيش؟ كتمان، وعندنا دفاع. مثلنا بمثال على ذلك بأبي خزر. المثال السابق الذي ذكرناه قد يكون متناسبا مع أي شيء؟ قد يكون متناسبا مع إيش؟ مع الشراء. أيضا الشراء، عندما الشراء مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، كما وقع من أبي بلال مرداس بن حدير. كثر عليهم الظلم وفعلوا الأفاعيل بالبلجاء، فقام حتى يقلق عدوه ويصرفه عن ظلم الناس، ومعه أربعون. قالوا: ولا بد من هذا العدد. أخذوه من أي شيء؟ أخذوه من فعل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا في كتمان. لما أسلم عمر أصبح عددهم كم؟ 40. ولذلك خرجوا ليصلوا حول البيت الحرام، وقد كانوا قبل ذلك يصلون متخفين في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. واضحة المسألة معكم؟
من أين أخذت. هذا هو المقصود بالشراء، وهو بيع الأنفس والأموال لله، كما وقع ذلك من أبي بلال مرداس بن حدير رضوان الله عليه عندما كثر بطش عبيد الله بن زياد عليهم. وطبعا مرحلة الظهور يمثل لها بالدولة في المدينة المنورة، ومرحلة الكتمان يمثل لها بالدعوة السرية 3 سنوات الأولى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرحلة الدفاع يمثل لها بما وقع من أبي خزر عندما قتل عالمهم، عندما قتل عالمهم، ويمثل لمسألة الشراء بالحادثة التي وقعت في عهد أبي بلال مرداس بن حدير رضوان الله عليه. فهذه 4 مسالك، ثم الظهور ودفع والشراء مع الكتمان طرق له أكرم بها سبلا. إذن عندنا إيش؟ قواعد الدين، وعندنا أركان الدين، وعندنا مسالك الدين. قواعد الدين كم عددها؟ 4. وأركان الدين كم عددها؟ 4. ومسالك الدين كم عددها؟ 4. ثم قال إيش؟ وفرزه في 3: مؤمن ومنافق وصاحب شرك جاحد عذلا ولا عذلا عذلا. طيب نقف عند هذا البيت، هذا رقم كم؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اضبطوا راجعوا هذه الأشياء، اضبطوا هذه الأشياء، ميزوا بين قواعد الدين وأركان الدين ومسالك الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.